السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين، أرجعنا لكم فيديو جديد، قصة جديدة، حكاية جديدة. قصتنا اليوم أعزائي المتابعين من مصر، بيحكيها أحد الشباب عن صديق له، صديق عمره خلينا نقول، لما أخذ شقة بأحدى العمارات بمصر، وكانت قدام شقته شقة مهجورة ومقفلة، وحدثت فيها أمور مرعبة جدا لهالشخص هذا. خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، قناتكم قناة الرعب هيروليكس. مثل ما قلنا لكم أعزائي المتابعين، هاي القصة من مصر، بيحكيها صاحبها وبقول هاي قصة صاحبي من أيام الطفولة، صداقة دامت أكثر من 13 سنة، خلصنا دراسة مع بعض وكل واحد شق طريقه بهالحياة. صديقي اسمه زين، اشتغل بشغلانات كثيرة، كل ما أقول له يا ابني ارسيلك على شغلانة، العمر قاعد بيضيع مننا وانت بتروح من شغلانة لشغلانة. وكان رد زين دايما انه مش لاقي نفسه بهالشغلة هاي، وكان بيحلم دايما انه يكون صاحب مشروع، بيحلم زينا يعني مثلنا، بنحلم بشقة وسيارة اخر موديل، وهي كلها احلامنا. انا وزين أصحاب كثير، بس الشغل بيخلينا نشوف بعض كل فترة طويلة. آخر شغلانة أني فاكر كويس إنه كان محاسب بمعرض سيارات كبير بالقاهرة، بس كان بيتعب من المواصلات رايح جاي كل يوم، لأنه هو أصلا من المنوفية. وبآخر مكالمة بيننا قال لي إنه معاه واحد بالشغل شاف له شقة كويسة وقريبة من شغله. بعديها بيوم كلمته وعرفت انه بالفعل اخذ هالشقة وانه مستريح والدنيا تمام. عدى 4 ايام ما بنتكلم مع بعض لحد ما حصل اللي حصل. بيوم اجتني مكالمة من رقم غريب، وها محتواها: استاذ اسلام معايا؟ ايوه اسلام، مين حضرتك؟ مع حضرتك الدكتور أيمن صدقي، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى ابن سينا. هون أني استغربت ورديت بكلمة واحدة: أيوة. قال: إحنا عاوزين حضرتك بالمستشفى بخصوص الأستاذ زين كمال. عرفت بعديها إنه محجوز هناك، أخذت العنوان وبالفعل رحت. قابلت الدكتور أيمن وقال لي كلام كله أنا بعتبره كذب، لأنه زين مستحيل يعمل اللي قال لي عليه الدكتور. قال إنه زين ولع بالبيت اللي أجر الشقة فيه وقتل واحد. أنا قلت مستحيل زين يعمل هيك يا دكتور. دخلت لزين والمشهد كالآتي: زين نايم، وجهه فيه جروح كثيرة ودقنه طويلة، نايم كأنه بغيبوبة ومتكتف واقف على الباب عساكر. ظليت، المهم أني ظليت جنبه أني والضابط أكثر من 6 ساعات أنه فوق عشان يحققوا معاه، ما فاقش. الضابط مل ومشى وقال أنه راح يجي بكرة وأنه راح يضعف الحراسة عليه لأنه خطر. بنفسي معقول زين خطر؟ أني بعرفه أكثر من نفسي. المهم ظليت قاعد جنبه لحد ما صحي، اتنهد براحة، قلت الحمد لله سلامتك يا صاحبي. قال لي: أني وين؟ قلت له: لا تخاف أنت كويس، إحنا بالمستشفى. بص على إيده المتكلبشة بالحديد بالسرير وبص معنية، يعني بص علي بحزن
وقال أقسم بالله ما عملت أي حاجة. قلت له يا صاحبي أنا مصدقك، احكي لي شو اللي صار معك. سكت شوي وكأنه بفكر يقول ولا ما يقول. قال أنا راح أحكي لك يا صاحبي، الشقة اللي أنا أجرتها مسكونة، كنت بدور على شقة وسألت العم حسين الساعي اللي معانا بالمعرض إذا كان بيعرف شقق مفروشة للإيجار وتكون قريبة من الشغل. بعديها بيومين كان العم حسين جايب لي الشقة، وأنا كلمتك يوميها وعرفتك إننا رايحين نتفرج عليها. العم حسين اتصل على صاحب البيت وعرفوا إنه جايب واحد يتفرج على الشقة، وبالفعل رحنا على الشقة والشقة مش بطالة. اتفقنا على الإيجار وهيك، وبعديها سلمت على العم حسين وشكرته، ونزلت أني والعم حسين ورحت أشتري عشاء، والعم حسين نزل على شقته. لما عرفت أنه ساكن بالدور الثاني، البيت عبارة عن 4 أدوار على شقتين، والشقة اللي أنا ساكن فيها بالدور الرابع، وقدام منها شقة، بس هالشقة عليها قفل كبير كثير وقديم جدا. لما نزلنا على السلم عرفت انه كل الشقق اللي بالعمارة مسكونة ما عدا شقة واحدة، الشقة اللي قدام شقتي، وما بتتأجر لأي انسان، هي هيك من يوم ما دخلوا البيت وسكنوا، ما حدش عارف بتاعت مين، يعني ما حدا عارف هالشقة لمين. المهم بكمل صاحبي القصة وبيقول اللي حصل معه لما سأل ساعي الشركة عن الشقة المكفولة، قال سألته عن السبب، قال لي هاي قصة طويلة كثير راح أحكي لك إياها لا تخافش. دخل على شقته وأنا رحت على المطعم اتعشيت، وكنت ميت من الجوع، اتعشيت والدنيا تمام وشربت الشاي، قلت يلا خلينا نروح نطلع على البيت وننام. طلعت على السلم وأني طالع سمعت صوت طفل صغير عم يبكي، الصوت طالع من الشقة المكفولة بالقفل. وقفت وأني مستغرب، صوت طفل ومو يعني بكاء عادي، بكاء بحرقة كأنه في حدا عم يضربه أو يخنقه. دخلت شقتي وقفلتها وقعدت على السرير وأني خايف بصراحة، ظليت قاعد لحد ما نمت من غير حتى ما أفكر شو صوت هالطفل أو شو مصدره. صحيت ثاني يوم صليت ونزلت وفطرت على عربية الفول، وبعدين رحت الشغل، والعم حسين دخل علي بالقهوة وهو عم يضحك، قال لي صبح علي، قال لي إن شاء الله تكون مبسوط بالشقة. قلت له صباح الفل يا عم حسين، الشقة تمام التمام، بس في شيء غريب حصل معي وأني طالع على السلم امبارح سمعت حاجة كده. قال لي سمعت شو يا أستاذ زين؟ قلت له على اللي حصل، قال لي عادي، يعني قلت له إني سمعت صوت طفل وكان أمر مرعب والصوت جاي من الشقة المكفولة. قال لي عادي، ممكن يكون حدا من أولاد الجيران اللي تحت، لأنه يعني عندهم بيبي جديد، عقبال إن شاء الله ما تتزوج ويصير عندك بيبي. هون أني استغربت من طريقة كلامه وكأنه عم بيخبي علي إشي أو خايف يقول لي إشي. المهم خلصت شغلي وتعشيت برا لحد ما روحت. هالبيت غريب بالفعل، ريحته كأنها ريحة دم قديمة، يعني أنتوا عارفين ريحة الدم القديمة شلون عاملة. فضلت يعني ظليت أدندن بأغنية وأني طالع على السلم. وقفت قدام الشقة ودخلت المفتاح بالقفل ووقفت وكأنه في شيء وقفني، يعني يا ترى، صرت أكلم نفسي يا ترى راح أسمع صوت الطفل زي امبارح ولا لا. شلت المفتاح مرة ثانية وقربت من الشاب باب الشقة المكفولة، يعني الفضول، وهذا ما بعمل الفضول. المهم قربت من الشقة المكفولة
لعلي اسمع اي صوت زي امبارح، ما سمعتش اي شيء. ايه يا عم حسين صوتك قول. كان عندي يعني معقول عم حسين عنده حق؟ الإضاءة بالبيت تكاد تكون معدومة، وهي عبارة عن لمبة واحدة بمدخل البيت، يعني لو مديت ايدك راح تشوفها بصعوبة، وهاي حاجة أنا ما ببهاش نهائيا. برجع خطوة لوراء عشان أدخل شكتي، لقيتني دست على قطة. يعني واني برجع عشان أدخل الشقة تبعتي دست على قطة، قطة لونها أسود وشكلها مرعب، وصوتها كأنه يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني صوت الجن يخوف. راح أفتح شقتي، هون القطة هجمت علي، انخبطت باب الشقة، ويعني الباب انفتح ولقيت نفسي جوا. شلون ما بعرف شلون دخلت، جيت أطلع من الباب، الباب انقفل، وظليت أنادي يا عم حسين يا اللي برا. طلعت موبايلي، نورت الكشاف، لقيت مفتاح نور ولعته، لقيت الشقة العنكبوت ماليها وفيها فيران ماشية بتحك بالحيطان وشكلهم غرقان مية. الحيطة اللي الفيران جنبها فيها حاجة عم ترسم عليها بنفس الوقت زي الظل واقف، وأني ميت من الرعب. لحد ما الرسمة كملت، صورة واحدة نص ملامحها وشها باين وشكله جميل شوي. سمعت صرخة، نظرت ورايا، في شيء دفعني ووقعني على الأرض. ظليت أصرخ بأحلى صوت، وفي صوت ضحك يعني بإذني، صوت ضحك مرعب. هون أني يعني ما عاد قدرت أتحرك، والرسم اللي بالحيطة جاية علي، طلعت من الحيطة وجاية علي، وصوت ست عجوز بيقول اقتلي يا بنتي خلصي عليهم. ظليت أصرخ لحد ما قمت ومسكت باب الشقة، ظليت أشد فيه لحد ما فتح. لقيت طفل صغير قدام الشقة عم بيبكي، بيبكي بطريقة مرعبة. قلت له اوعى واني ناقصك، وقفت قدام الباب. في صدمة صابتني، وين شقتي وين السلم؟ ما لقيتش اي شيء بالبيت غير الشقة اللي كانت مكفولة، وكأنه مثلا هالعمارة ما فيها غير هالشقة هاي بالبيت، ومش شايف اي حاجة قدامي. طلعت الموبايل، بدي اطلع الموبايل ما لقيتوش. معقول يكون جوا؟ لا، انا مش راح ادخل الشقة هاي مرة ثانية. وفجأة الطفل الصغير سحبني من رجلي ودخلني لجوا غصبا عني، وكسرت اقول له ابعد عني، انتو شو بدكم مني؟ عاوزين مني ايه؟ انا ما عملتش اي اشي. والطفل هذا عمال يسحبني وبيبكي، ظل يسحبني لحد ما دخلني غرفة بالشقة وطلع، واني حرفيا ظلي لحظات وقلبي راح يوقف. الغرفة اللي انا دخلتها زي اوضة زي غرفة مكتب، وفيها صورة لبنت حلوة وست كبيرة وطفل صغير. بدقق بالصورة لقيت انه البنت هي نفس الوش اللي كان مرسوم على الحيطة قبل شوي برا، وصورة ثانية لوحدها لرجل، وحسيت اني شفته قبل هيك. طلع صاحب البيت اللي استأجرت منه الشقة، وهاي مرته وهذول أولاده. وقفت قدام المكتب، لقيت أجندة مذكرات، كتاب مذكرات، قريت اللي فيها، وكان مكتوب اليوم أكملت أمي نصف قرن من العذاب، نصف قرن من التعب والتحمل اللي لا يمكن يتحمله أي حدا. بعرف إني آذيتك كثير، والآن قررت أنه أخلصك من العذاب. قاعد بنظر للدرج، لقيت روشتات وعلاج وحاجات كثيرة، والروشتات كلها لدكاترة أمراض نفسية. ظليت أفتش بالدرج ونسيت كل اللي حصل لي برا، لحد ما لقيت واحد عم بيضحك قدامي. قلت له أنت مين؟ وشكله كان مرعب كثير، شعره طويل وأسود وأسنانه كمان بتخوف.
وكان بينظر لي وبيضحك، مش عارف اعمل، مش عارف شو اعمل اصلا. وصرت اصرخ واقول له انت مين، عاوز مني ايه؟ لقيته بيقول لي اني اللي حيخليك تبطل تسأل باللي ما الك فيه. مسكني من رقبتي وخنقني وكنت راح اموت. صرت اصرخ ابعد عني راح اموت، وهو عم يخنقني واني يعني خلاص راح اموت الا شوي. بعدين ما حسيتش بحاجة، بعديها لقيت العم حسين وفي دكتور واقف جنبه. العم حسين يقول لي الف سلامة عليك يا استاذ زين، بركة انك قمت بالسلامة. قلت له شو اللي صار يا عم حسين؟ قال لي شكلك وقعت من على السلم يا استاذ زين، بس الحمد لله اجت سليمة. مشى الدكتور وبعديها مشى العم حسين. وظليت افكر باللي صار، يعني راح اقول لعم حسين احكي لي، اذا قلت له احكي لي راح يهرب زي ما هرب، زي ما بيهرب كل مرة. طيب شلون بدي اعرف الحقيقة؟ صاحب البيت دايما بشوفه قاعد على القهوة وبيشرب هالسيجارة. خلص بكرة لازم اعرف منه كل اشي. ونمت. لما صحيت لقيت وحدة واقفة قدامي وعم تضحك. تقول لي ما رضيتش اخليه يقتلك يا زين. قلت لها انت مين وشو عاوزة مني؟ ضحكت بصوت اعلى. اني اللي بتخلص الناس من عذابها يا زين. قمت من على السرير وبدي اهرب منها، لقيتها الست العجوز هاي واقفة على الباب وماسكة عصاية وساندة عليها، واقفة عليها يعني مثل العكوز. والطفل الصغير طالع من تحت السرير وعم يبكي. صرت اصرخ عاوزين مني ايه، عاوزين مني ايه. دخلت المطبخ عشان اهرب من المواسير اللي بالمنور، دخلوا ورايا ولقيت المطبخ ريحته كلها غاز، والرجل اللي كان عاوز يقتلني بالشقة هناك دخل علي وبايده سكين كبيرة. خطفت السكينة منه اللي منه وضربته فيها وبس. صحيت لقيت نفسي قدامك يا اسلام، اقسم بالله هو هذا اللي صار. هون أني يقول صاحب القصة بصيت له بتعجب، قلت له يا زين أنت عارف أنت متهم بشو؟ أنت عارف أنت متهم بقتل مين؟ قال لي لا مش عارف. قلت له أنت متهم بقتل العم حسين الساعي. قال لي أقسم بالله ما قتلته، صدقني أنا ما قتلتوش نهائيا، ما كانش في حدا بالشقة غيرنا. أني يعني بحاول أجمع اللي قالوا. قلت أني عارف أنه لو في مكان يعني فيه جن حيكون واحد، إنما عيلة يعني هذا صعب. فبظهر أنه فعلا صاحبي زين يعني خف عقله وانجن، ولغاية اليوم هو بالمستشفى، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، ولحد الآن ما حدا عارف هو ليش قتل العم حسين بالسكين. يعني صاحب القصة بتسأل بقول يعني المكان المسكون ممكن يكون جن ساكنه مش عيلة كاملة. وأني بقول له أنه الجن ممكن المكان يكون ساكنه فيه قبيلة كاملة من الجن. أعزائي المتابعين لهون انتهت القصة، إن شاء الله تكون حازت على إعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.